السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناتكم في خضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم غلاس سهل في التحضير، يعني ما غاديش تبقاو نهائيا تشريوه يعني من محلات تجارية. أتحضروه في البيت ديالكم، كيجي رائع بثلاث نكهات مختلفة. في اللي عجبتكم الوصفة ما تنساش أنكم تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساش أنكم تدعموني بلي لايك ديالكم وتبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المكون الرئيسي عندي لا كريم شانتيي، غادي نخلطها مع نصف لتر من الحليب. عندي نصف كأس من الحليب المجفف أو نيدو. غادي نحتاج في النكهات، عندي نكهة الفانيلا، غادي نحتاج لا دانون فانيلا، نكهة شوكولا فلون شوكولا و دانيت شوكولا، و نكهة الفريز غادي نحتاج فلون بنكهة الفراولة و دانون بنكهة الفراولة. بالنسبة يعني اللي بغى يبدل النكهات فيستعمل دانون على حسب النكهة ديال الفلون. نتمنى يعني الشرح يكون واضح. فاول حاجه غادي نطلعوا الشانتيي، غادي نضيف ايضا نصف كاس من الحليب المجفف او نيدو. يعني انا شاده العبار حيت ديجا هزيت منه نصف كاس ودابا هزيت نصف كاس الاخر، يعني كاس العنبو. دابا غادي نطلعو. من بعد ما طلعت الشونتيي انا هنايا غادي نجي نقسم الكمية على ثلاثة. فانيلا فراولة وشوكولا. بنفس الطريقة غادي نضيفو الياغورت. نضيف داني شوكولا و
بالنسبه للنكهات يعني الفانيلا، فانا غادي نضيف لهم يعني هكا واحد النكهات بحال اوريو بحال اللوز، نتوما يعني ممكن انكم تستغناو عليهم، فقط كيبقى هذا الشيء اللي غادي نضيف دابا اختياري. بالنسبه لنكهات الفانيلا طحنته عاود طربته جيدا، وغادي نضيف له الاوريو. كما قلت لكم الا كان متوفر ضيفوه، ما كانش متوفر استغناو عليه. كنخلطو على هاد الشكل هذا، كنجيب شي طاسة هنا. من بعد ما كنصوب ديال الفريز غادي نضيف عليه كاوكاو كونكاستي. كما قلت لكم هذه الاضافات هادو اللي ضفت انا، نتوما ممكن انكم تستغناو عليهم، يعني الا ضفتيهم كيزيدوا يعني غير لذة ومذاق لي غلاس ديالكم، وكيجي يعني بحال لي غلاس اللي كتشريو يعني اللي كيكونوا في العلب على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل. بالنسبه للكاكاو عفوا نكهه الشوكولا غادي نضيف اللوز ايفيلي. اخواتي فمن بعد ما بردنا على كلاص كنوضعوه دابا في الكوبوس.
على هذا الشكل هذا. كنجيب لي سيكار وكنوضعو عندي هنايا شويه ديال الكراميل على هذا الشكل هذا. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالنا. كما كتلاحظوا كيفاش كيجي صراحه رائع. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. في عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصوب جديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.